مروان محسن نجم النادي الأهلي المصري يعتبر من نجوم كرة القدم المثيرين للجدل، هذا التعبير ينطبق عليه حرفيا، خاصة أن جماهير النادي الأهلي ينتظرون منه الكثير لأن أداءه داخل الملعب غير مرضي، لدرجة أن عدد كبير من جماهير النادي طالبوا برحيله عنه. بالأمس خلال مباراة الأهلي المصري مع فريق اطلع برا الجنوب سوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا، تساءل جمهور الأهلي عن عدم تواجد مروان محسن ضمن تشكيلة الفريق، وكانت الإجابة مروان محسن لم يتمكن من حضور مباراة اطلع برا بسبب انشغاله بالزواج. رواد السوشيال ميديا في مصر تداولوا صور وفيديوهات من حفل زفافه. استقبل مروان محسن العديد من تغريدات التهاني على تويتر بمناسبة زفافه، لكن الملفت للانتباه كان حرص لاعبي النادي الأهلي على تهنئة مروان شخصيا، فبعد مباراة اطلع برا توجه نجوم الفريق مباشرة إلى حفل الزفاف، ونحن بدورنا نهنئ اللاعب المصري بزفافه ونتمنى له حياة سعيدة.